طب ولو رحت يعني هتقعدي قد ايه؟ يعني مش اقل من اسبوع. اسبوع؟ مش كتير اسبوع؟ لا مش كتير على اختي الوحيده. ايوه بس كتير عليا انا. انت عارفه يعني ايه اقعد اسبوع من غير ما اشوفك كده؟ الموضوع هيبقى صعب جدا. بتضحكي ليه؟ شمتانه فيا؟ فرحانه؟ ابدا. بس ما كنتش عارفه ان حبك ليا هيعمل فيك كده. طيب حبك ليا انت بقى عمل فيك ايه؟ تعبني قوي. جالي في وقت غريب ولخبط لي كل حساباتي. بس باختصار انت انضف واجمل راجل قابلته في حياتي واحلى حاجه حصلت لي. يعني انت مش ندمانه انك بتحبيني؟ لا انا بس مش عارفه ليه ربنا بعتك ليا في الوقت ده بالذات. انا اللي مش عارف ليه انت لسه خايفه انك تقولي للناس ان احنا على علاقه ببعض. ايوه بقى يا عمر، احنا مش قلنا بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني؟ انا اسفه بس ارجوك بلاش تخليني اتنرفز وانا معاك. خلاص بقى بلاش التكشيره دي. هصالحك والله، هصالحك قبل ما اسافر. ازاي؟ هنقضي الويك اند مع بعض، جمعه وسبت وفي السخنه كمان. طب فين في السخنه؟ يا سلام، انا كمان هقول لك فين. خلاص ما ترتب انت بقى وتقول. عند انا دي. حاضر. طب وكلني بقى. ماشي اوكي. يلا. مساء الفل يا ست الكل. اتاخرت كده ليه؟ لا والله يا دوب مسافه السكه. اعمل حسابك ما دام اشتغلت معايا يبقى لازم تظبط مواعيدك، انت فاهم؟ حاضر. انت قلت لي في التليفون ان في حاجه عايز تقولها لي. انا طول اليوم امبارح وانا ماشي ورا نوها دخل الكافيه، دخلت وراها ولقيته مستنيها هناك. حسين؟ لا. امال مين؟ لا ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ اهدى عليا شويه، انا صورتهم لك اهو، شوفي يمكن تكوني عارفاه. مش ممكن. شفتي؟ طلعتي عارفاه صح؟ ده عمرو ابن اخت حسين. لا يا شيخ، والحلوه دي بقى عرفته منين؟ اصل هو شغال معاها في الشركه. كده بانت بقى، يبقى الاتنين مقنتمين مع بعض. وانت بقى ظلمت حسين بيه. كمالك انت ظلمته ولا ما ظلمتهوش؟ ما تخليك في شغلك. حاضر، هفضل مراقبهولك. لا تراقبها هي. بص بقى، الشغلانه دي طلعت بتكلف كتير قوي. امسك. اظن انت بتاخد مني اكتر من الشغلانه اللي لسه مرفوض منها. حبيبتي يا بنت عمي، طب والله العظيم انا كان قلبي حاسس وانا بترفض من شغلانه انك هتجيبي لي شغل معاك. بلاش بنت عمي دي. وبعدين انا بحذرك، لو حد عرف انك بتشتغل معايا انت عارف ممكن يحصل لك ايه. عارف. هترفض من عندك انت كمان.